أمنا، أخينا وفلسطين 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 أمنا، فلسطين شعب واحد مش شعبين، فلسطين شعب واحد مش شعبين، نفديك يا فلسطين بالروح بالدم، نفديك يا فلسطين بالروح بالدم، نفديك يا فلسطين فلسطين أمانة وتتبع خيانة. جئنا لكي ننضم إلى الوقفة التي دعت لها الجبهة، ولكي نبعث رسائل من خلالها لنقول بأن التطبيع كما تسمعون يهتفون الواقفون، كما أشار إلى ذلك كل المسؤولون في القوى الحية من هيئات سياسية ونقابية وجمعية مدنية، من أن التطبيع خيانة. ولذلك نطالب الحكومة المغربية أن تتراجع عن هذه الخطوات التطبيعية الخيانية، وأن يتم إقفال مكتب الاتصال، وأن يتم طرد السفير أو رئيس مكتب الاتصال، والدماء الغالية الزاكية تسيل، والصهاينة دنسوا بأحذيتهم المتسخة مقصورات المسجد الأقصى، مصر رسول المغاربة ومعراجه إلى سدرة المنتهى. فتح الله أرسلنا الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان. نحضر اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية في نفس الوقت، احتجاج على ما يفعله العدو الصهيوني من جرائم طيلة هذا الشهر وطيلة وجوده، لكن هذا تكثيف هذه الجرائم في هذا الشهر الذي واجهته صدور العارية لأهلنا في بيت المقدس وفي كل فلسطين. فتحية إجلال وإكبار وإعزاز بإخواننا وأخواتنا هناك الذين يؤدون عنا ضريبة الدفاع عن مقدسات، وواحد من أكبر ومن أهم المقدسات الإسلامية. مع الأسف هذه الوقفة التضامنية قوبلت بالقمع وبالوسائل القوى العمومية التي واجهتها بالمنع وبالصد، بالرغم من أنها وقفة سلمية تضامنية تريد أن تبعث رسائل لإخواننا في فلسطين، رسالة التضامن ورسالة الشكر والتقدير على ما قاموا به. محمد غفري، مقرر الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. اليوم الجبهة المغربية لدعم فلسطين قررت أنها تدير هذه الوقفة نصرة للشعب الفلسطيني الأعزل اللي كيعيش اليوم واحد الحرب، جريمة حرب كترتكب حقه من طرف الاحتلال الصهيوني. للأسف أنه من نعلنا على هذه الوقفة ما كناش كنتوقعوا على أن النظام المغربي اللي صرح وقال بأنه كيدعم ومستمر في دعم القضية الفلسطينية أنه كيواجه وقفة سلمية بهذا القمع وبهذا المنع وبهذا التضييق على شباب مغربي كتعيش القضية الفلسطينية في الوجدان ديالو وفي القلب ديالو. بالنسبة لنا احنا وبالنسبة لأحرار العالم، كنعتبر أولا الشعب الفلسطيني هو الشعب كيعيش تحت الاحتلال، هو الشعب اليوم كيتحرم حتى من أنه يمارس شعائره الدينية، وهذا من حقه مختلف شعائره الدينية. ثلاثة، هو أنه الشعب المغربي مساند للمظلومين في العالم ومساند للشعب الفلسطيني، والشعب المغربي غيبقى بجنب الشعب الفلسطيني وبجنب المقاومة الفلسطينية. الطيب مضماد، المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. احنا اليوم في الجبهة نادينا لهذه الوقفة السلمية والرمزية، تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تضامنية مع المقدسيين والمقدسيات، تضامنية مع أرض فلسطين ومع القدس، من أجل أن نعبر باسم الشعب المغربي على التضامن الدائم والمستمر مع فلسطين. المسألة هو النضال على وجهتين، النضال من أجل دعم الشعب الفلسطيني ودعم الشعوب من أجل تحررها، والنضال من أجل تحرير الشعب المغربي من هذا المخزن، لأن الطريق إلى تحرير فلسطين يمر عبر الديمقراطية في الدول المغاربية والعربية وفي دول المنطقة. احنا هنا كذلك باش نقولوا الدعم ديالنا الكامل للمقدسيين والمقدسيات، احنا هنا كذلك باش نقولوا
على أنه المغاربة الأحرار والمغاربة الحقيقيون هما هؤلاء الذين يعبون إلا أن يعبروا عن تضامنهم في أي ظرف من الظروف مع الشعب الفلسطيني.